ساحة قصر الثقافة والفنون في البصرة نظم المعرض الثاني للتشكيلية سرى الحداد التي قدمت عددا من اللوحات التي تدور حول موضوعات عديدة اقتبستها من مسيرتها الأدبية. المعرض شمل جميع المدارس الفن، منها التشكيلية التعبيرية والسريالية والكلاسيكية والواقعية وجميعها، ومن ضمنهم البورتريه، واستخدمت الفحم والأكريليك والزيتي. سورة الحداد هي ترسم باتجاه الرواية وتكتب رواية باتجاه الرسم، فتبني لوحتها من مرتكزين سرديين. الأول الأمكنة، يعني تقدم استغوار للمكان، استغوار جميل حقيقة، والأبطال الشخوص، هؤلاء الشخوص هم أبطال رواية. اللوحات تنوعت في مناهجها ومدارسها بين الواقعية والسريالية والرمزية، كما تنوعت في مستوياتها اللونية وموضوعاتها بشكل لافت. في معرضها الحالي أجد هناك نوع أكثر من نوع من التجارب والأساليب، وقد تنوعت تقنياتها في العمل، وعرضت في المعرض أعمال متعددة، منها زيتية وأعمال تخطيط أيضا وأعمال أخرى في أساليب في ألوان أخرى. وتعد التشكيلية سرى الحداد من الفنانات التي برزن في الآونة الأخيرة في حقلي الأدب والرسم في البصرة، واستطاعت أن تقدم إبداعا مميزا في حقلين صعبين من حقول الإبداع. مشتاق فالح، العراقية، البصرة.